إذاعة القرآن الكريم من القاهرة الآن مستمعينا أترككم بصحبة زميل بهاء عبادة وهذه الأمسية الدينية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني وهذه الأمسية الدينية المباركة التي نقدمها لحضراتكم من ساحة طيبة طاهرة، ساحة مسجد العارف بالله سيدي عبد الرحيم البحراوي بقرية ميت مسعود، مركز أجا بمحافظة الدقهلية. أيها الإخوة المؤمنون، وما أطيب أن نعيش لحظات إيمانية مباركة في بيت من بيوت الحق تبارك وتعالى، نذكر فيها ربنا ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر. فهيا بنا في هذه الرحاب الطاهرة نذكر ربنا تبارك وتعالى بقراءة القرآن الكريم، ونستمع إلى مدارسة لآيات وكتاب الله الحكيم، ونبتهل إلى الله تعالى ونرفع إليه أكف الضراعة أن يتقبل منا. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نبدأ لقاءنا وأمسيتنا بالقرآن الكريم، نعيش مع تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات سورة الفرقان، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما you
ومن يسعى
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، ونحن نقدم لحضراتكم فقرات هذه الأمسية الدينية المباركة من ساحة مسجد العارف بالله سيدي عبد الرحيم البحراوي بقرية ميت مسعود مركز أجا بمحافظة الدقهلية. أيها الإخوة المؤمنون،
الناس موتى وأهل العلم أحياء، هذه حقيقة أكدتها الأيام وأكدتها حضارة المسلمين السالفة. فأهل الإسلام وأهل المسلمين حينما تمسكوا بدينهم وحينما علموا قيمة هذا الدين الحنيف سادوا الدنيا بأسرها، فاحترموا العلماء ووقروا علماء هذه الأمة. هيا بنا نعيش معكم في هذه الأمسية المباركة في رحاب العلم والعلماء، ونستمع إلى كلمة طيبة مباركة من فضيلة الدكتور السعيد محمد علي، وكيل أول وزارة الأوقاف بالقاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبيك الأكرم ورسولك الأعظم سيدنا ومولانا محمد، وارض اللهم عن سيدي صاحب هذا المقام وعن آل بيت رسول الله أجمعين وعن الصحابة والتابعين وعن أولياء الله الصالحين، وارض عنا معهم بفضلك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد، ينبغي أن نحلق حول الشخصية الكبيرة العظيمة العالية الرفيعة، شخصية سيدنا ومولانا محمد، هذا الذي يذوب فيه كل محب ويأوي إليه كل حب. إنه سيدنا محمد الذي قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. ووالله لو فطن المصريون إلى هذا القول الحكيم من النبي الكريم لعاشوا في ألفة ومحبة وأخوة. ولله ضر شوقي، الحق أبلد كالصباح لناظري، لو أن قوما حكموا الأحلام أعهدتنا والقبط إلا أمة للأرض واحدة تروم مراما، تعلي تعاليم المسيح لأجلهم ويوقرون لأجلنا الإسلام. هذه ربوعكم وتلك ربوعنا، متقابلين تعالج الأيام. هذه قبوركم وتلك قبورنا، متجاورين جماجما وعظاما. فبحرمة الموتى وواجب حقهم عيشوا كما يقضي الجوار كراما. الدين للديان جل جلاله، لو شاء ربك وحد الأقوام. عيشوا كما يقضي الجوار كراما، عيشوا كما يقضي الجوار كراما. فالأنبياء إخوة، وعلى المسلمين والمسيحيين أن يعيشوا كذلك إخوة.
تعالوا بنا نتنسم شيئا من عبير عطره وروائحه الزكية. روى الإمام البزار وأبو نعيم عن سيدنا بريدة رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد أسلمت، ولكن أريد شيئا أزدد به يقينا. قال: ما الذي تريد؟ قال: أرني معجزة يا رسول الله. قال: أشر. قال: أؤمر هذه الشجرة أن تأتيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب أنت إليها وادعها. فذهب الأعرابي إلى الشجرة وقال لها: ائتي رسول الله. فاقتلعت الشجرة جذورها وحنت نحو حبيب الله سيدنا محمد حتى قامت بين يديه وسجدت بين عينيه بعد أن قالت: السلام عليك يا رسول الله. فقال الأعرابي: حسبي يا رسول الله، مرها أن ترجع. فقال لها النبي: عودي كما كنت. فعادت كما كانت. ثم قال الأعرابي: إذن لي يا رسول الله أن أقبل يديك ورجليك ورأسك. فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل رأسه ورجليه. ثم قال الأعرابي: إذن لي يا رسول الله أن أسجد بين يديك. فقال: لا يسجد أحد لأحد. أرأيتم أيها السادة إلى كيف تفاعل الكون مع سيدنا محمد حتى الشجر، نعم والحجر، ويبقى البشر، يبقى البشر أن يخلصوا في حبهم، أن يصدقوا في مودتهم، أن يخلصوا في حبهم لرسول الله، وأن يصدقوا في مودتهم لآل بيت رسول الله. أما الحديث الثاني فقد جاء أعرابي يريد أن يسلم، لكنه تحين وقتا كما يقولون شديد التألم. رسول الله على المنبر والصحابة بين يديه في المسجد والأعرابي عند باب المسجد قد صاد ضبا، والضب حيوان فوق الفأر أعزكم الله ودون القط، مأكول على غير مائدة رسول الله. هذا الحيوان أمسك به الأعرابي وقال: يا محمد. قال: نعم يا أعرابي. قال: لا آمنت
ذلك هذا الضب. يعني لن أؤمن إلا إذا آمن بك هذا الضب. قلت لو كان في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية من شك أو ذرة من تردد ما تفاعل مع هذا الأعرابي، لكنه واثق، واثق في الخالق الذي أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وتوجه الحبيب المصطفى إلى الضب وقال له يا رب، قال لبيك وسعديك يا زين القيامة، قال من تعبد يا رب؟ قال أعبد الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عذابه. قال من أنا يا رب؟ قال أنت رسول رب العالمين وخاتم النبيين، أنت رسول الله. قال أتشهد يا رب؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فقال الأعرابي والله لا أبتغي أثرا بعد عين، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أيها الأحبة، اقتربوا من رسول الله، اتصلوا برسول الله ليزدد إيماننا ويقيننا وحبنا وقربنا من سيدنا ومولانا رسول الله. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور السعيد محمد علي، وكيل أول وزارة الأوقاف، والتي قدمناها لحضراتكم ضمن فقرات هذه الأمسية المباركة التي نقدمها لكم من ساحة مسجد العارف بالله سيدي عبد الرحيم البحراوي بقرية ميت مسعود مركز أجا بمحافظة الدقهلية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وفي ميزان حسنات كل من شارك فيه. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نرفع أكف الضراعة إلى الحق تبارك وتعالى، ونبقى مع هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية التي يقدمها لنا المبتهل الشيخ رفيق النكلاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. حب النبي محمد في الرضا،
وبنور طه تفتح الأبواب. حب النبي محمد بنور طه تفتح الأبواب. ذاك الذي أمر الإله بحبه وبمدحه العنبرية سائرا فافرح فقد بلغ الأمان ركابه. وافرح بروضته واسعد بروضته وافرح بروضته واسعد بروضته وأقبل نحوها وأطل وقوفك كي تفك رقاب. واقصد إلى باب السلام مسلما واقصد إلى باب السلام مسلما الأبواب. اللهم صلي وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. ربنا تقبل منا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم آمن روعاتنا ويسر أمورنا واحفظ أهلنا وبلادنا. أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا وإياكم إلى هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ رفيق النكلاوي، وكانت ختاما لهذه الأمسية الدينية المباركة التي قدمناها لكم من مسجد العارف بالله سيدي عبد الرحيم البحراوي
بقرية ميت مسعود مركز أجا بمحافظة الدقهلية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في أعمالنا، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وأن يجعل خير أيامنا يوم أن نلقاه تبارك وتعالى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، في ختام هذه الأمسية الدينية أنقل لحضراتكم تحيات الزميل محمد مصطفى من الهندسة الإذاعية، وهذه تحيات محدثكم بهاء عبادة من أسرة المذيعين. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 1:01.